كل الدكاترة قالوا خير، ما عندهاش ولا أي حاجة ولا حتى محتاجة لدواء. ما احنا عارفين شهر مارس الأول شوية برد ما يستاهلوش، والسن برد ما تنسى. أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجوي. عجزت ياما، عجزت ياما وشاخ جريدك، ده انت لسه ماسحه الشقه بيدك. عجزتي فجأه، ده احنا كل جمعه نبوس ايديكي عشان نوضب شقتك وتقولي لا. عجزتي فجأه ومالك بيضيتي ليه؟ لك حاطه بودره، مش كنت زيي ياما سمره؟ الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وأنا قلبي متوغوش وحاسس إن أمي فيها إن، ما لو ما فيهاش شيء نقلق عليه، حجزوها ليه؟ رسمت الضحكة بزيادة، رسمت الضحكة على وشي وبزيادة، دخلت عليها عرفاني أنا الكذاب كالعادة، مين يكفشني غير أمي؟ مين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخلع بيدها أسناني؟ فعرفت بس من صوتي إنها شهادة وشهدت يجي ميت مرة. ساعتها كل إحساس اللي كان مكبوت طلع بره، وهاجت ذكريات عبت عيني دموع، وإحساس الطريق اللي ملوش رجوع حاولت أخدعها واستهبل، بقالك عمري بتمثل وهي معيشاك في الدور، وصدقت انها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عليك وتقطيعك وتهتهتك وألاعيبك، مش هاين عليك الويل، عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم. يا راجل خلي عندك دم، كانت بصالي في عينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي أقول ندمان، أقول خجلان، أقول لك إني يمايا بحبك حب مش معقول، ما عرفتش ساعتها الحلق كان مكفول، لكن القلب كان بي، لكن القلب كان مفروض على قلبك وكان بيقول بحق حروف آيات الله اللي حافظها على يدك، ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك، وفرحة خدي يمايا وهو نايم على خدك، وقسما باللي قام حدي وقام حدك ما حبيت في الوجود قدك. جاي دلوقتي تتنغوج، جاي دلوقتي تتنغوج، بتستعجل في ساعة الموت وتتلهوج، ما بنحسش بقيمة الثانية، ما بنحسش بقيمة الثانية غير بعدين، وتسرقنا الحياة ما نفكش غير والموت ببكي العين. يا شاقة القلب ومسافرة، يا شاقة القلب ومسافرة، خدتني الغربة من حضنك سنين كافرة، نسيت نفسي أنا آسف، قالولي الغربة بتعلم دروس وحياة، وإن الغربة يمايا دي طوق ونجاح أتاريها حزام ناسف، أنا آسف. ما عادنا يما في الآخر، هي الدنيا ايه يما؟ حقا مناهتة ومعافرة؟ خلاص خلينا للآخرة حتى تكوني محلوة وعليك العيد، ووريك العيال يما بيقوم بالتين، وجبت الواد يا ستي عشان ما تتضايقيش، حوصيهم خلاص يما ما تخنقنيش. أفراد عيلة هشام المدهشة، دي تعليمات جدتكم المفتشة، ممنوع تناموا في أي يوم، أي يوم قبل ما تصلوا. الله يرحمه.